اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ربنا أفرق علينا صبرا وسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الخي من الميت وتخرج الميت من الخي وترزق من تشاء بغير حساب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت فاتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم قوم الكافرين أسمنا الله ونعم الوكيل ربنا ما خلقت هذا باتلا سبحانك فكنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تحلف الميعاد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا إيدا لأولنا تكون لنا إيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب انفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الآيات الدنيا. ربنا لِيُدِلُّ أَنْ سبيلك ربنا ادمس على اموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف أني كيدهن أسب إليهن وأكن من الجاهلين فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أذللن كثيرا من الناس فمن دبئني فإنه مني ومن أصاني فإنك غفور رحيم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ادخلني مدخل صدق واحرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وحيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى رب زدني علما إني مسني الذر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب لا تدرني فردا وأنت خير الوارثين رب اهكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون رب انصرني بما كذبون رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين رب اما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي خكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تهزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب إنكم من كذبون فاحده بيني وبينهم فلقا ونجني ومن معي من المؤمنين رب نجني وأهلي مما يعملون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وان عمل صالحا ترضاه ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. رب بما ان امز علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. رب نجني من القوم الظالمين. رب اني لما. أنزلت إلي من خير فكير رب انصرني على القوم المفسدين رب هب لي من الصالحين رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب أني مسني الشيطان بنسب وأذاب ربنا وسعت كل شيء رحمة وإلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وفيهم أذاب بل جحيم ربنا وأدخلهم جنات أدنى التي وعدهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وكيم السيئات ومن ذاك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم رب أوزعني أن أشكر نعمك التي أن أَمْتَ علي وعلى والدي وأن عَمَلَ صالحا ترضاه واسلخ لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رَبَّنَا أَدْمِم لَنَا نُورَنَا لنا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ لي إِنَّكَ بيتا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ النَّارِ <applause> رب لا تدر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تدرهم يذل عبادك ولا يلقون الا فاجرا غفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فضلك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد واشكر الظالمين بالظالمين واحرجنا من بينهم سالمين وعلى اله